قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، أي لن تستطيعوا أن تضروا ربكم، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. صدق الله، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. حق ما قاله ربنا، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن أساء أيضا فعليها، ومن أساء فعليها. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، الحمد لله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. صدق الله. قال سعيد: كان أبو إدريس، يعني الخولاني الراوي عن أبي ذر، إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، جثى على ركبتيه. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، عن أهل الشام رووا هذا الحديث وهو أشرف حديث رواه أهل الشام بأسانيدهم إلى أبي ذر ومن ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث جمع أمورا شتى، أولها تحريم الظلم، تحريم الظلم، لو عمل بهذه الفقرة العباد لاستقامت أحوالهم، لاستقامت أمورهم، لو اتقوا الظلم. فالظلم أهلك الأمم التي كانت قبلنا،